في عالم التواصل الاجتماعي خبايا لا يعلمها كثيرون، أبرزها ما كشف عنه مؤخرا المالك الجديد لمنصة تويتر إيلون ماسك الذي استحوذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار. ماسك أراد رسم مسار جديد لتويتر. القصة بدأت في عام 2019 عندما أراد الملك الجديد فك لغز ما يحدث في كواليس هذه المنصة. ماسك أشار إلى افتقار تويتر لزر تعديل عند الاحتياج، أما ما تحتاجه صدقا فهو مساحة الحرية فيما تكتب وتريد له أن يصل للجمهور كما هو. شادو بان، خاصية تويتر السرية والمزعجة كما ينظر لها ماسك. تويتر شادو بان أو المنع في الظل هو خدعة مستخدمة حديثا في عالم التواصل الاجتماعي، تتم بحظر المستخدم ومنع وصوله لجمهوره والتضليل عليه بطريقة لا يعلم فيها أنه محظور أو ممنوع. الغريب أن المغرد أو صاحب الرأي لا يعلم أن طرحه غير ظاهر لأعضاء المجتمع الآخرين. هنا أشار ماسك إلى مساحة الحريات على تويتر. لم تعجبه سياسة تويتر شادو بان. لقد وعد بمزيد من الحرية على المنصة وأنه سيطبق فكرة إلغاء الحظر الدائم أيضا. هنا الأنظار اتجهت إلى مصير حساب دونالد ترامب مثلا، لا سيما أن هناك علاقة جيدة بين ماسك والرئيس الأمريكي السابق الذي ربما لن يعود إلى تويتر وسيستخدم منصته الخاصة تروث سوشيال. من المهم حقا أن يكون لدى الناس كل من الواقع والإدراك بأنهم قادرون على التحدث بحرية ضمن حدود القانون. الضبابية في إجراء تعديلات على تغريدات البعض. ماسك أراد من تويتر أن يفتح خوارزمياته ويقلل من تدخلاته في مراقبة المحتوى. وإن حدث أي إجراء فيجب أن يكون هذا واضحا، ولا يمكن لهذا التلاعب وراء الكواليس أن يستمر، سواء من خلال الخوارزميات أو يدويا. القصة لم تنتهي بعد، ف280 حرفا ليست كافية عند ماسك لإيصال الرسالة للجمهور المستهدف. في أبريل من هذا العام اقترح ماسك السماح بالتغريدات الطويلة، ولن تطول المدة لهزيمة روبوتات البريد العشوائي. ذات مرة وصفها ماسك بأنها المشكلة الوحيدة الأكثر إزعاجاً على تويتر، وهي الطريقة المستخدمة في إرسال ما يعرف بالبريد المزعج بصورة أهلية، واعداً بالقضاء على تلك الروبوتات العشوائية. السؤال هنا، هل ثمة تخطيط مسبق بين ماسك وجاك؟ من حيث المبدأ لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك تويتر أو يديره، لابد أن تكون سلعة عامة وليست شركة. إيلون ماسك هو الحل الوحيد الذي أثق به لإعادة تويتر كما كان. أنا على ثقة من أن مهمته هي تمديد نور الوعي. الوعي وتشكيله رهان المؤسس جاك دورسي، لكن قد تكون في نية ماسك مآرب أخرى اقتصادية أو حتى سياسية. فهناك مخاوف من طموح ماسك التكنولوجي الذي ربما يرى في منصة تويتر مصدرا للتربح المادي، وأنه حان الوقت لاستغلال المنصة بشكل مختلف عن الإدارة السابقة. أما سياسيا فاستحواذ ماسك على تويتر أزعج الرئيس الأمريكي جو بايدن كما قالت مصادر، إذ يخشى السياسيون من فكرة سيطرة الجمهوريين على المنصة في حال خوض انتخابات مقبلة. والقادم أكثر ضبابية وغموضا إن تواجد ماسك العبقري كما وصفه ترامب.